السلام عليكم إخواني في كل مكان، عدت لكم في فيديو جديد. كما تعرفون تحدثنا في فيديو سابق عن كيف تقوم بعمل مونتاج احترافي مثل اليوتيوبرز المحترفين، وعدت لكم في هذه الحلقة ومرة أخرى وقمت بعمل جزء ثاني أتحدث فيه عن المونتاج الاحترافي مثل اليوتيوبرز المحترفين، ومن يدري ربما ستكون سلسلة كاملة عن طريقة عمل مونتاج احترافي مثل اليوتيوبرز المحترفين، وسوف أشرح لك كل التفاصيل وكل الأشياء التي يقوم بها اليوتيوبرز الناجحين لكي يكون محتوى قناتهم محتوى ناجح، لأن كل شيء يعتمد عن المونتاج والقليل من الحركة والحركات التي تظهر والملامح التي يظهرها اليوتيوبرز عن طريق وجهه أو الكاريزما كما تعرفون. وفي هذه الحلقة سوف نعلمكم بعض البهارات الرائعة التي تقوم بوضعها على الفيديو الخاص بك لكي يصبح احترافي ويجذب المشاهد، يجعله يركز معك إلى النهاية بدون أن يمل، حيث أن هذه الأشياء مهمة يجب عليك وضعها في الفيديو الخاص بك لكي يكون جذاب. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلك كل المقاطع الخاصة بنا، وأيضا لا تنسى الضغط على زر لايك، وهذا يساعد الفيديو على الانتشار بشكل كبير ويجعل الفيديو يصل إلى عدد كبير من الأشخاص لكي يتمكنوا من تعلم هذه الأشياء التي نقوم بشرحها مثلما أنتم تتعلمون الآن. ولنبدأ على بركة الله. التطبيق الذي نستعمله في تعديل الفيديوهات بالهاتف هو تطبيق كين ماستر، وهو الأفضل في فعل ذلك. مهلا لحظة، أنت لا تعرف كيف تستخدم هذا التطبيق، هل هذا صحيح؟ لا تقلق بشأن ذلك يا عزيزي، فعلى قناة على ويف بلاي نجد لك كل الحلول. كل ما عليك فعله الدخول إلى القناة، وبالأعلى في قوائم التشغيل بلاي ليست تضغط هنا وسوف تجد قائمة تشغيل خاصة بتعليم المونتاج من الصفر إلى الاحتراف. تكون الفيديوهات بالترتيب بهذا الشكل من المستوى المبتدئ إلى أن تصبح محترفاً، وأيضاً هناك قائمة تشغيل أخرى خاصة بتعليم أفكار المونتاج، تجد فيها كل أفكار المونتاج باستخدام الهاتف. فنتمنى لكم التوفيق في هذه الرحلة. كما ترون هذا هو الفيديو الذي سوف نعمل عليه. كما قلت لكم في فيديو سابق تحدثنا عن طريقة تقطيع الفيديو بالهاتف وعمل حركة حيث تكون هناك زوم إن بهذا الشكل أو زوم أوت. يمكنكم مشاهدة الحلقة من خلال البطاقة التي تظهر بالأعلى الآن، فمن لم يشاهد تلك الحلقة يذهب ويشاهدها ثم يعود ويشاهد هذا الفيديو، ومن شاهدها يكمل معنا الفيديو. فبعدما أن تحدثنا عن طريقة تقطيع الفيديو مثل المحترفين، اليوم سوف نعلمكم كيف تقومون بوضع هذه البهارات الرائعة التي سوف تحسن من الفيديو الخاص بكم. فمن الضروري أن تقوم بوضع ملاحظات على الفيديو الخاص بك أو ملصقات أو صور مثل هذا الشريط الذي أقوم بوضعه والكتابة التي بداخله أو التي يحتويها، فسوف نشرحها هي أيضا. وأيضا هناك أشياء أخرى مثل الرياكشن بهذا الشكل، وأيضا ينصح باستعمال المؤثرات الصوتية، وأيضا جرين سكرين أو فيديوهات ذات الخلفية الخضراء التي تحتوي على موشن جرافيك، أنصحكم باستعمالها ووضعها على الفيديوهات الخاصة بكم. فمثل ما ترون أنا قمت باستعمالها في الفيديو الخاص بي وأصبح احترافي. بالإضافة هناك هدية سوف أقدمها لكم، لذلك أكملوا معنا الفيديو إلى النهاية. وأيضا كل هذه الأشياء التي تحدثنا عنها سوف نقوم بشرحها وننتقل إلى الجزء التطبيقي. أولا نبدأ بشرح كيفية إنشاء ملاحظات أو شريط يقوم بعرض نص معين مثل الذي تحدثت عنه في بداية الفيديو. نقوم بإنشاء طبقة بهذا الشكل بيضاء، نقوم بسحبها بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل، بل نسحبها، نجعلها كبيرة هكذا ونسحبها إلى الأسفل بهذا المقياس، ومن ثم نضغط عليها بهذا الشكل ونتجه إلى هنا ونختار هذا الخيار Enter Slide Up، نعم بهذا الشكل، ونجعلها 1.5
نعم هكذا تبدو جيدة. نضغط هكذا و مرة أخرى نختار Out Animation وننزل إلى الأسفل Slide Down نعم بهذا الشكل و 1.5 مرة أخرى. انظروا إلى الحركة كيف ستكون، تبدو حركة رائعة وسلسة. ومن بعد ذلك نقوم بإضافة النص على هذا الشريط الذي يصعد وينزل. نضغط هنا ونختار نص ونكتب أي عبارة نريدها، اكتب ما تشاء. نعم هذا جيد. والآن لنعدل على النص الخاص بنا، نختار اللون الأسود بهذا الشكل ثم نختار الخط، سأختار هذا الخط ثم نقوم بتغيير مكانه أو نقوم بسحبه ووضعه هنا بهذا الشكل. نعدل هنا قليلا نعم هكذا لنرى ماذا سيحدث. نعم هو في المكان المناسب نعم بهذا الشكل. والآن نختار هذا الخيار Enter Slide Right نعم ونتركه هنا بهذا الشكل لنلاحظ. بسم الله هذه هي النتيجة. والآن نريد أن نجعل النهاية جميلة وليست بشعة. نختار هذا الخيار بهذا الشكل ونتركه في 0.5 نعم ذلك الخيار ولنلقي نظرة، يعني يكون دخول وخروج سلس ومتناسق كما ترون بهذا الشكل. ومن بعد ذلك هكذا تبدو العملية ناجحة. والآن لننتقل إلى شيء آخر، فبعدما أن تقوم بوضع ملاحظات على الفيديو الخاص بك وتوضيحات وكتابة، ومن المفروض أن تقوم أيضا بإضافة رياكشن أو ملصقات أو أشياء تعبيرية مثل الإيموجي، أو يمكنك أيضا استعمال أشياء أخرى. فأنا أحيانا أستعمل رموز تطبيقات أو أشياء من هذه، تقوم بتعديلها بهذا الشكل وتحدد الوقت المناسب الذي تريد أن تعرض فيه ذلك الإيموجي أو التطبيق أو أي شيء كان. فعلى سبيل المثال سوف أقوم باستعمال شيء آخر للتوضيح، سوف أقوم باختيار هذا المصباح أو المصباح المتوهج كما ترون. ويستحسن أن تقوموا بتصغير الرموز والملصقات التي تقومون بوضعها على الفيديو، وهذا من أجل أن يكون عمل متناسق. فبهذا الشكل وبهذا المقياس المصباح أصبح أصغر من رأسي، وليس لا يعقل أن المصباح أكبر من الرأس. فبالتأكيد يجب أن تكون منطقي في عملك. وأيضا بالنسبة إلى الكتابة أو نصوص أو لوجو الخاص بك، يستحسن أن تقوم بتصغيره ولا تجعله كبير. فأنا مثلا أقوم بكتابة اسم قناتي بهذا الشكل، أكتبها بحروف كبيرة نعم بهذا الشكل. وسأريكم الطريقة الصحيحة لوضع اللوجو أو النصوص. أختار خط أولا نعم، سأبحث عن خط مناسب. لا 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 هذا هو نعم. كما ترون هذه العبارة أو هذه الكلمة أو هذا الاسم أو العنوان، لا تقوم بتكبيره، قم بتصغيره بهذا الحجم كما ترون بهذا الشكل، وقم بوضعه حيث أنه سيبدو رائع. ربما نقوم بتصغيره أكثر أو نعم لا يحتاج إلى تصغير، نتركه بهذا الحجم. نعم هكذا تكون أنت احترافي. نعم يحتاج إلى التصغير هكذا بهذا الحجم كما ترون، نتركه على هذا الحال. ويمكنك سحبه بهذا الشكل وتقوم بتكبيره وتقوم بعرضه في كامل الفيديو بهذا الشكل وكأنه لوجو. وهكذا تكون ناجح في قناتك على اليوتيوب ولا تقع في الأخطاء مرة أخرى. نختار شيء آخر. وأيضا هناك شيء آخر يجب عليك استعماله دائما ووضعه دائما في الفيديوهات الخاصة بك، وهو يعتبر من الأساسيات، وهو أن تقوم بوضع فيديو يحاكي الشيء الذي تتحدث عنه. سأقدم لك مثال، فمثلا تقوم بوضع هذا الفيديو بهذا الشكل على الفيديو الخاص بك، فهذا عبارة عن هاتف، حيث أنني مثلا أتحدث عن هاتف أو تطبيقات أو شيء، أقوم بعرض هذا الفيديو بهذا الشكل. وانظروا
كيف سيكون الفيديو رائع وجذاب يجعل المشاهد ينتبه مع الفيديو الخاص بك، فيستحسن أن نجعله لا يتجاوز 4 ثواني أو 3 ثواني بهذا الشكل. انظروا كيف ستكون النتيجة. نعم، بهذا الشكل. يمكنكم أن تحصلوا على فيديوهات من الإنترنت، شرحت في فيديو سابق عن كيف تحصل على فيديوهات تشبه هذه من الإنترنت. يمكنكم مشاهدة الفيديو من خلال البطاقة التي تظهر بالأعلى الآن. كما ترون قمت بإضافة فيديو آخر بهذا الشكل ونقوم بتعديله. يمكنكم إضافة العديد من الفيديوهات، يمكنكم إضافة 5، 10، 12، المهم كل مقطع لا يتجاوز 3 ثواني أو 4 ثواني. والآن حان الوقت لنتحدث عن الهدية قليلا وعن شاشة كروما. أولا سنشرح كيف تقوم بوضع شاشة كروما على الفيديو. كما ترون هذه المجموعة الخاصة بالاشتراك والضغط على زر لايك شاشة كروما، سوف أترك لكم رابط تحميلها في صندوق الوصف. وهذه هي الهدية التي تحدثت عنها في بداية الفيديو. أولا لكي تقوم بوضع شاشة كروما بهذا الشكل، تقوم بوضعها بشكل بسيط بهذا الشكل، ثم تتجه إلى هذا المكان كروما كي وإنيبل بهذا الشكل، وسيتم حذف تلك الخلفية الخضراء من الفيديو. قمت بإنشاء فيديو كامل أتحدث فيه عن الخلفية الخضراء، يمكنكم مشاهدته من خلال البطاقة التي تظهر بالأعلى الآن. فانظروا كم هي جميلة الأيقونات الخاصة بالاشتراك وزر الجرس واللايك. فكما قلت لكم يجب عليكم تصغير الأيقونات والرموز، وانظروا كم هي الحركة سلسة ورائعة. نعم، بهذا الشكل أنت محترف على اليوتيوب وستجذب الكثير من المشاهدين. لنجرب شاشة كروما أخرى، نضغط هنا بهذا الشكل، نختار واحدة أخرى، سوف أختار هذه. نعم، أضغط هنا ونقوم بتعديلها بنفس الطريقة السابقة، نقوم بحذف الخلفية الخضراء بهذا الشكل ونقوم بتصغيرها هي أيضا كما قلت لكم ونضعها في هذا الجانب. انظروا كم هي رائعة، كلها رائعة. سوف تجدون رابط تحميلهم في صندوق الوصف. وشكرا إلى كل شخص يشاهدنا ويتابعنا إلى النهاية ويدعمنا بزر لايك، تحية لك من القلب. وسنلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، حيث سنتحدث عن طريقة تركيب المؤثرات الصوتية على الفيديو الخاص بك بشكل احترافي. دمتم في رعاية الله.